بونجور، رح نبلش نعرض لكم هلا الاصناف يلي كلها بتوصل لعندكم معقمه 100%. قديش منتمنى يكون عنا معده وبطن فلات، بس هيدا بدون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضيه ورجيم كمان. بس مع فيبرابيلت الجديد انحلت هالمشكله. فيبرابيلت كتير قوي وسريع، بيبرم موتوره بسرعه تيعطينا النتيجه يلي بدنا اياها، والنتيجه هي تكسير كل الدهون من المنطقه يلي منحطه عليها، وشد العضل وازاله الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب انه يكون عنا اياه. فيبرابيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، او نحن وعم نقرا بالتخت، او حتى نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيلا محل بالبيت او بالمكتب. كمان فينا نستعمله على منطقه الارداف لمده 10 دقائق كل يوم. فيبرابيلت فيكن تحصل عليه ب 195 الف ليره بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بقعدتنا الغلط بالمكتب، او اذا بحكم شغلنا عنا سواقه لوقت طويل، او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوستشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش متل غيره من المشدات، مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه ما ببين ابدا. لكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوستشر، بسعر 84 الف ليره بس، واصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. رويال بوستشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه. ما لكم الا تتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55. في كتير اوقات بيصير عنا اوجاع بالمفاصل، او حتى بيصير في اصوات بالمفصل لانه بيكون الغضروف منشف. الحل الوحيد هو ريفلكس كريم. لكن الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر او الرقبه، الحل الطبيعي هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، صبار، ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية وتنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلاياه متماسكة، ليقدر يعطينا عطول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. لكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيكن تستعملوا ريفلكس كريم لتتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول، فيكن تجربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو ويندو كلينر الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا. ويندو كلينر الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بتنظف لنا الأزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. ويندو كلينر الأصلية فيكن تحصل عليها ب 180 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. اتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. وهلأ منودعكن ومنلتقى بحلقات جديدة.